بسم الله الرحمن الرحيم. عواطف الحلبي من إدارة ريادة المرأة بنادي سيدات الشارقة. نحن شاركنا بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية بالدورة الأولى، وحصلنا على المركز الأول بفئة تطوير الناشئات. وطبعا نحن سعيدين جدا بالمشاركة وبالفوز، وخصوصا بجائزة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة، وهذا شرف كبير لنا مشاركتنا بهذه الجائزة الرائعة. وتعتبر طبعا هالجائزة من الجوائز اللي بتشجع المرأة على المستوى الخليجي والعربي لتمارس الرياضة ولحتى تبدع في المجال الرياضي وتظهر كل إمكانياتها وقدراتها في المجال الرياضي. ومنوجه شكر للقائمين على الجائزة، وخصوصا بورشة العمل يلي اليوم حضرناها واستفدنا منها بشكل كبير. كانت ورشة كتير جيدة ورائعة، وغطت كل الأشياء أو كل الأسئلة والاستفسارات اللي بتتعلق بالجائزة. نحن كإدارة رياضة المرأة بنادي سيدات الشارقة سعيدين بالمشاركة بجائزة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية، وهذا الشيء عطى حافز كبير للاعباتنا وللفرق الرياضية بالنادي حتى يقدموا المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ونحن إن شاء الله هي الدورة مشتركين بفئة تطوير المنتخبات والمشاركة الفاعلة، وإن شاء الله نحقق المركز الأول. شكراً لكم.